السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأحبابي، أصدقائي، كل من هو له محبة في قلبي. اليوم في قصة من القصص العجيبة إلا لما الإنسان يقرأها يتعجب من حلاوة الإسلام، كيف أنه يلامس شغاف القلوب عندما تكون القلوب صافية ويعرض عليها الإسلام، فبالتالي مباشرة القلوب تستجيب. لماذا؟ لأن من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عارفين يا أخوانا، القائد العظيم الذي سمي بسيف الإسلام، سيف من سيوف الله، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، هذا القائد الذي لم يهزم في معركة قط، أذل الفرس والروم، سيف سله الله سبحانه وتعالى على كل من عاد الإسلام والمسلمين، كان بمثابة الرمح الذي يبث الرعب في قلوب المشركين الذين يريدون أن يستأصلوا شأفة الإسلام ويتربصون بدولة الإسلام والمسلمين. سيدنا خالد بن الوليد، هذا الفارس المغوار الذي كان صخرة شرك تقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، أصبح صخرة عاتية تصد كل هجمات أعداء المسلمين على دولة الإسلام والمسلمين. تحول هذا القلب الذي كان شديد قاسي من قبل الإسلام إلى إنسان أشد قوة وقسوة، لكن على المشركين الذين يناصبون العداء للإسلام والمسلمين. سيدنا خالد بن الوليد من أشهر المعارك المعروفة بالنسبة له وبالنسبة لنا، معارك كثيرة، لكن هناك معركة حدثت على الحدود بين فلسطين وبين سوريا، هي معركة اليرموك. هذه المعركة الجميلة التي حدثت فيها أحداث عظيمة، خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في بدء المعركة، كان المعروف أنه كان يخرج فارس من هذا الجانب وهذا الجانب وتبدأ مناوشات لكي يقوم بحمية الجنود ولكي يدفعوا الجنود معنويا، لكي يدخلوا بقلوب تدافع عن دين الله، وعند المشركين لكي يدخلوا بقلوب تستأصل المسلمين. خالد بن الوليد قبل المعركة حدث بينه وبين قائد الروم أو قائد فرقة من فرق الروم يسمى ثيودوروس، هذا الرجل يسمى أيضا بالشهرة بجرجة، هذا الذي يقال عنه أول من أسلم من فرسان أوروبا، الشهيد الذي مات ولم يمر على إسلامه سوى دقائق معدودة رفع فيها السيف لله واستشهد لله سبحانه وتعالى. قبل بدء المعركة حدث لقاء بينه وبين سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لكنه طلب خالد وقال له أريد مقابلتك قبل المبارزة، فأتاه خالد فقال له حدثنا يا خالد عن الإسلام. فأتاه خالد ابن الوليد فقال له جرجة يا خالد اصدقني ولا تكذبني، فإن العربي الحر يصدق ولا يكذب، هل أنزل الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم سيف من السماء أعطاك إياه سلطه علينا فلا تسله على أحد إلا وقد هزمته؟ فقال سيدنا خالد بن الوليد لا. قال جرجة إذن فلما سميت بسيف الله؟ قال خالد إن الله بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من صدقه ومنا من كفر به، وكنت أنا ممن كذب به، فلما أخذ الله قلوبنا إلى الإسلام وهدانا إلى مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنت سيف من سيوف الله، فهكذا سميت سيف الله. قال جرجة وإلى أي شيء يدعوكم نبيكم؟ قال خالد بن الوليد يدعونا إلى توحيد الله، إلى توحيد الله
وتصديق الرسول في كل ما جاء به من عند الله، فهذا هو الإسلام. قال جرجة: هل لمن يدخل الإسلام اليوم مثل ما لكم من المثوبة والأجر؟ يعني هل لو أنا دخلت الإسلام أو اللي يسلم اليوم يكون له الأجر مثل من حضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال خالد: نعم، بل أفضل من ذلك. قال جرجة: كيف؟ وقد سبقتموه في الإسلام، يعني صلاتك أكثر من صلاته، وصيامك أكثر من صيامه، وجهادك أكثر من جهاده، وصدقاتك واستغفارك وقراءتك للقرآن أكثر منه، كيف تسبقوه أو كيف يسبقك أو يكون الثواب أعلى ممن سبقه بالإسلام؟ قال خالد: لقد عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا آياته ومعجزاته، وحق من رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم في يسر. لماذا؟ لأن المعجزات العينية يا أخوانا لها تأثير كبير. من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم مع الجزع كيف لا يسلم؟ من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم مع الذئب كيف لا يسلم؟ من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينتصر في غزوة بدر مع نزول الملائكة كيف لا يسلم؟ من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم والماء ينبع من بين يديه كيف لا يسلم؟ هذه أدلة مادية عينية رآها الناس فأسلموا عن صدق ويقين ويسر. أما من سمع فهذا رجل قد هداه الله عن طريق الغيب بأن يسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمن بالغيب، فإن أجرهم أكبر وأجزل عند الله من الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدقوا في سرائرهم ونواياهم. فقال جرجة: علمني الإسلام يا خالد. انظر، هذه هي أخلاق الفرسان. علمني الإسلام يا خالد. القلوب بين أصبعين من أصابع الله سبحانه وتعالى يقلبهما كيف يشاء. القلب الآن لجرجة هذا بدأ ينشرح، بدأ يفكر. فقال خالد: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل جرجة، هذا شيء عظيم في بدء المعركة، وهو جاء ومحمل بكل ما هو عداء أصيل للإسلام والمسلمين، يريد أن يقتل هذا الجيش وقبله خالد. لكن القلوب عندما تفتح الهداية وتدق عليها باب الهداية ويأذن الله سبحانه وتعالى أن تستقر الهداية في القلب، فلا مسبب ولا هناك شيء يرجع هذا القلب إلا أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ففعل وأسلم، وقيل أنه قام وصلى ركعتين ثم قاتل وانضم مع المسلمين ضد قومه، فكان سبب قوي في هزيمة المشركين الروم في هذه المعركة، واستشهد فيها ولم يصلي في حياته إلا هاتين الركعتين اللذين صلاهما مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. شفتوا يا أخوانا كيف أن الإسلام دين يسر وسماحة إذا فكر القلب وفكر العقل بيقين وبهدوء، فلا محالة ولا مناص من أن يستجيب القلب لنداء الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن طواعية لا كرها، طواعية لا كرها للإسلام، وأن يسجد ويضع هذه الهامة التي كان يتكبر بها عن الإسلام والمسلمين، ويضع هذه الهامة في عز وفي ذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، يطلب منه العفو والرحمة والمغفرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تهدينا إليك بحق، وأن تجعلنا من الذين يفرون إليك، ولا ملاذ ولا مهرب منك إلا إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.